جهود تنفي تعاقد وزارة الزراعة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراضي. وزيرة التضامن تناقش تنسيق الجهود بين الوزارة ومجلسي الطفولة والمرأة. وزير الإسكان يتابع مشروعات إعادة أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع. ومن جانبها نفت وزارة الزراعة تلك الأنباء، مؤكدة أن تلك الشركات ما هي إلا كيانات وهمية وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة، مشددة على أن أي عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح للبيع تتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة. قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام العام الدراسي، وذلك حرصا على متابعة المنظومة التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية. هذا ويبلغ إجمالي عدد المدارس بمحافظة المنوفية إلى 2688 مدرسة، كما يبلغ إجمالي عدد الطلاب إلى 1,077,466 طالباً وطالبة. ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وتناول الاجتماع مناقشة تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وأيضا المجلس القومي للمرأة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ما يتعلق بدور الرعاية والعمل على تطويرها ورعاية الأطفال بطريقة مختلفة. تابع وزير الإسكان شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة والتي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، موضحا أن تلك المشروعات تهدف إلى ترميم المنشآت الأثرية الإسلامية والفاطمية والتي تتميز بالصبغة المعمارية والفنية المبهرة للمحافظة على التراث الأثري لهذه المنشآت ووضعها على خريطة المزارات السياحية. صرح وزير الإسكان شريف الشربيني بأنه تم تشغيل مسافة 100 كيلومتر بمشروع ازدواج طريق سيوة مطروح من الكيلومتر 50 إلى الكيلومتر 150 في الاتجاه من سيوة إلى مطروح، مع إضاءة جميع التقاطعات بطاقة الشمسية وتجهيز الطريق لسير جميع أنواع العربات والشاحنات، وجار العمل بباقي قطاعات الطرق والذي يبلغ طوله الإجمالي 300 كيلومتر وتم تقسيمه إلى 6 قطاعات بطول 50 كيلومتر للقطاع.